الأخت مرام، يا أهلا بيكي. الأخت أسماء، يا أهلا بيكي. إن شاء الله المحاضرة اللقاء الحي العاشر. كالمعتاد هننتظر دخول باقي الإخوة والأخوات، فلو ليكوا أي سؤال أو أي استفسار اتفضلوا. اهلا بيكم جميع الاخوه والاخوات، لو ليكم اي سؤال او اي استفسار اتفضلوا حضراتكم. طبعا النهارده ان شاء الله اللقاء الحي العاشر هنتداول فيه بدايه مع حلقه 26، وان شاء الله النهارده ناخد 3 حلقات، بحيث ان احنا يتبقلنا في اللي هو الملخص بتاعنا المعتمد حلقه واحده نخليها يوم يوم الاحد القادم، بحيث يوم الاثنين اللي هو زي النهارده يكون لقاء مفتوح للرد على جميع الاسئله والاستفسارات الخاصه بيكم. الاخوه والاخوات، حد ليه اي سؤال او اي استفسار حضراتكم قبل ما نبدا؟ هل حد ليه اي سؤال او اي استفسار قبل ما نبدا؟ يعني متوقع ان مفيش. تمام، مفيش اي اسئله او اي استفسارات. طيب، عندنا كده الحلقه 26 حلقة نظري بسيطة للغاية. عندنا الحلقة 26 حلقة نظري بسيطة للغاية. تعالوا نروح للحلقة 26 اللي هي بعنوان جدولة الإنتاج. مقدمة: الجدولة هي عملية تخطيط الإنتاج لفترات قصيرة، قد تكون أسابيع أو أيام أو لعدة ساعات. الجدولة هي عملية تخطيط الإنتاج لفترات قصيرة، قد تكون أسابيع أو أيام أو لعدة ساعات. وبعدين نروح حضراتكم لمخرجات عملية جدولة الإنتاج. هنروح لمخرجات عملية جدولة الإنتاج. يهدف نشاط الجدولة إلى الوصول إلى اتخاذ قرارات فيما يتعلق بجوانب محددة أهمها. جاوبوا على الاختصار. احنا لسه يا سارة بادئين اهو. يا اختصار، احنا لسه بادئين الحلقة. 26. لسه بادئين الحلقة 26 اللي هي بعنوان جدولة الإنتاج. هبدأ تاني من الأول. الحلقة 26 بعنوان جدولة الإنتاج. مقدمة: الجدولة هي عملية تخطيط الإنتاج لفترات قصيرة، قد تكون أسابيع أو أيام أو لعدة ساعات. وبعدين بعد كده رحنا لي اللي هو مخرجات عملية جدولة الإنتاج. يهدف نشاط الجدولة إلى الوصول إلى اتخاذ قرارات فيما يتعلق بجوانب محددة أهمها. 1- التحميل، وهو عملية توفيق بين الطاقة اللازمة لتشغيل الأوامر اللازم إنتاجها مع الطاقة المتاحة، ويكون ذلك عن طريق عملية تخصيص الأوامر على آلات أو أفراد معينين بشكل يمكن من تقليل تكاليف التشغيل إلى أقل حد ممكن. 2- التتابع، وهو إعطاء أولويات لتشغيل الأوامر الإنتاجية، ويعني ذلك تحديد تتابع معين لتشغيل تلك الأوامر على الوحدات الإنتاجية. 3- المتابعة، وهي الوقوف الدائم على حالة التشغيل لتلك الأوامر ومتابعة التنفيذ حسب التحميل والتتابع الموضوع بشكل يمكن معه ما بين شخصين كده إذا استلزم الأمر تغيير الجدول الموضوع وعمل إسراع للأوامر المتأخرة. ده حضراتكم اللي هو المطلوب في الحلقة 26. طبعا ما أعتقدش إن فيها أي مشاكل. هل حد عنده أي مشكلة فيها؟
حلقة نظري بسيطة ما فيهاش أي حاجة. حلقة نظري بسيطة ما فيهاش أي حاجة. طيب نروح للحلقة 27، نروح للحلقة 27 لأن هي بقى دي فيها شغل شوية، وهقول لكم هنعمل إيه بعد كده. تعالوا نروح للحلقة 27. الحلقة لا 28، 27 محذوف، 28. 28 27 دي محذوفة. الحلقة 28 اللي هي بعنوان جدورة الإنتاج. لا تبدأ 10. تبدأ 10 يا أخت عبير وتنتهي 10:45. أنا متأكد من كده يعني. تبدأ 10 وتنتهي 10:45. هل حد عنده أي مشكلة في الصوت الإخوة والأخوات؟ ما حدش عنده مشكلة في الصوت. يبقى حضراتكم الأخت اللي هي بتقول الصوت بعيد المشكلة من عندها. الأخت أماني. الأخت أماني بتقول الصوت بعيد هي المشكلة من عندك يا أخت أماني، لأن كل الناس قالوا ما عندهمش مشكلة في الصوت. على الميعاد احنا بنبدأ حضرتك 10، سواء يوم الأحد أو يوم الاثنين بنبدأ الساعة 10 وننتهي 10:45. الأخت طيب ماشي ماشي مفيش مشكلة مفيش مشكلة، وهي مسجلة عموما يعني، والجزء اللي عدى جزء بسيط جدا نظري مفيهوش مشاكل. تعالوا بقى قلنا الحلقة 27 محذوفة، تعالوا للحلقة 28 اللي هي بعنوان جدولة الإنتاج، ودي فيها حاجات عملي طبعا. أهم الأساليب المستخدمة في تحديد التتابع. أهم الأساليب المستخدمة في تحديد التتابع. الحالة الأولى ألف، حالة وحدة إنتاج واحدة وعدة أوامر. يعني إيه حالة وحدة إنتاج واحدة وعدة أوامر؟ معناها أن الأوامر الإنتاجية يتطلب تشغيلها المرور على مركز واحد فقط، وبعد هذا المركز تصبح تامة الصنع أو تامة الخدمة. يبقى ودي طبعا الحالة الأبسط والأسهل، هناخد عليها قاعدتين سهلين جدا. أما الحالة الثانية اللي هي بقى فيها قاعدة جونسون هي الأصعب، اللي بيكون عندي عدة أوامر ووحدتين للإنتاج. طيب النهاردة هنبدأ بالحالة البسيطة اللي هي ألف، حالة وحدة إنتاج واحدة وعدة أوامر. ثانية هو معناها إيه؟ معناها أن الأوامر الإنتاجية يتطلب تشغيلها المرور على مركز واحد فقط لا غير، وبعد هذا المركز يصبح الأمر تام الصنع أو تام الخدمة. وفي الحالة دي عندنا مجموعة من القواعد البسيطة هناخد منها قاعدتين بس. الحالة الأخرى إن شاء الله اللي هي جونسون بقى هتكون يوم الأحد القادم، اللي هي بتكون الأوامر الإنتاجية تمر على مركزين للإنتاج. طيب ألف، حالة وحدة إنتاج واحدة وعدة أوامر. مثال، في إحدى ورش صناعة الأساس ما بين قوسين كده عملية واحدة، تم الاتفاق على تنفيذ 4 أوامر، وقد توفرت لديك البيانات التالية عن وقت الإنتاج بالأيام وتاريخ التسليم بالأيام للأوامر الأربعة. وبعدين عندنا جدول هو الذي يمثل المعطيات، أوامر الإنتاج ألف باء جيم دال، وقت الإنتاج اللازم 15/13/10/25، تاريخ التسليم 20/17/18/32. طيب طبعا وقت الإنتاج ده بالأيام، وطبعا برضه تاريخ التسليم بالإيه؟ تاريخ التسليم بالأيام. إحنا بقى لنا يا أخ سمير الأسبوع القادم بس، كمان لقائين. بقى لنا الأسبوع القادم بس، كمان لقائين بس، حد واتنين. فعليا هنختم المقررة بتاعنا يوم الأحد بقاعدة جونسون إن شاء الله، ويوم الاثنين اللي هو زي النهاردة هيكون لقاء مفتوح، أنا مش هشرح حاجة إلا بناء على طلبكم إن شاء الله. طيب نكمل. المطلوب ترتيب الأوامر الأربعة وفقا للقواعد التالية مع حساب متوسط الوقت المقضي في الورشة ومتوسط وقت التأخير لكل منها. ومطلوب منك قاعدتين بس، واحد الترتيب حسب الأوامر التي يلزمها وقت قصير أولا، اثنين الترتيب حسب الأوامر الحرجة أولا. يبقى واحد الترتيب حسب الأوامر التي يلزمها وقت قصير أولا، واثنين الترتيب حسب الأوامر الحرجة أولا. طيب نخلي بالنا الإخوة والأخوات، أنا يا أخت منى بدأت في الحلقة 28، يا جماعة كده يعني ما ينفعش الناس يخشوا متأخر وبعدين يقولوا أنتوا فين؟ بتعملوا إيه وكلام ده؟ أنا بدأت الحلقة 28، ماشي يا منى ماشي. أنا بدأت الحلقة 28.
قريت بس يا دوب رأس المثال، قريت يا دوب المعطيات رأس المثال، وبعدين هدخل دلوقتي في حل المطلوب الأول وبعد كده المطلوب الثاني. طيب، طبعا حضراتكم كطالب جامعة أو طالبة جامعة المفروض لما نقرأ بيانات نربط ما بينها، لما نقرأ بيانات نربط ما بينها، يعني ما نقرأش قراية سطحية كده ونقول أهي شوية أرقام وخلاص، لا، جايز نطلع بمعاني من تمام، جايز نطلع بمعاني من. تعالوا كده لما أشوف وقت الإنتاج ألاقي 15 13 10 25، مفيش اتجاه معين، يعني مفيش ولا اتجاه ولا صعودي ولا هبوطي ولا كلام، شوية أرقام ملخبطة. ولما نروح نشوف تاريخ التسليم 20 17 18 32 برضه ما فيش اتجاه معين، يعني برضه ولا صعودي ولا هبوطي ولا كلام من ده، مش عارف اطلع انا بنتيجه. لكن لما نربطهم الاثنين ببعض، لما نربطهم الاثنين ببعض اللي هو ايه، وقت الانتاج وتاريخ التسليم، نلاقي كده ان تاريخ التسليم في البيانات دي، في البيانات دي اكبر من وقت الانتاج. صح معايا يا اخوات والاخوات؟ نلاقي ان تاريخ التسليم اكبر من وقت الانتاج اهو. فاول امر من الاوامر 20/15، طبعا اللي بقوله الاول ده هو تاريخ التسليم، في اول امر من الاوامر 20/15 اكبر، الامر باء 17/13 اكبر، ده تاريخ التسليم في مقارنته بوقت الانتاج، في الامر ج 18/10 اكبر، وفي الامر د 32/25 اكبر. صح؟ فيجي واحد يقول ايه، واحد يقول ايه، هي قاعدة يا دكتور إن تاريخ التسليم أكبر من وقت الإنتاج؟ هي قاعدة يا دكتور إن تاريخ التسليم أكبر من وقت الإنتاج؟ لا لا يا 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 منيرة، المحاضرة السابقة ما فيش حاجة اسمها الأقل تكلفة، لأن احنا حللنا استراتيجية واحدة بس يا منيرة. لو تتذكري يا منيرة احنا أمس حللنا استراتيجية، يا منيرة احنا امبارح حللنا استراتيجية الإنتاج. حاضر، ما تقلقوش ما تقلقوش، هرد على كل واحدة واحدة، والله ما تقلق. احنا امبارح يا منيرة حللنا استراتيجية الإنتاج المتغير حسب حجم الطلب المتوقع مع تغيير حجم العمالة، صح يا منيرة؟ هي استراتيجية واحدة لمنى، وحلناها وخلصناها وحسبنا تكلفتها. أنا عارف اللي ملخبطك إيه، ملخبطك إن أنت لما بترجعي للتمرين، التمرين بيقول تخطيط الإنتاج بالاستخدام الاستراتيجية التالية مع تحديد أقلها تكلفة. بس كان مطلوب أكتر من استراتيجية، أنتوا المطلوب منكم بس هي الاستراتيجية دي واحدة، واحدة بس. وبالتالي طالما حلينا استراتيجية واحدة يا منيرة بس، ما ينفعش نقول إن هي أكبر ولا أقل تكلفة، لان احنا ما حللناش استراتيجيات اخرى. الاخت منيره الصالح معايا؟ مفهوم كده يا منيره؟ واضح كلامي يا منيره بالنسبه لك؟ مفهوم. طيب مين بقى اللي بيسال؟ اعيد، ساره الزهراني بتقول لي عيد، اعيد اللي انا بقوله دلوقتي حالا يا ساره، اللي هو علاقه. طب يا منى والله كتر خيرك، كتر خيرك يا منى، وانتوا الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله هتكون زيهم بإذن الله، إن شاء الله الأسئلة بتاعتكم هتكون زيهم إن شاء الله. ماشي ماشي يا أخت منى، الأخت منى الشناري، ماشي يا أخت منى. طيب احنا عاوز أرد بس الأخت مين سارة بتقول لي عيد، سارة الزهراني بتقول لي عيد، قصدك يا سارة أعيد أعيد اللي أنا بقوله، العلاقة بين تاريخ التسليم ووقت الإنتاج، صح يا سارة؟ عشان أرجع للتمرين بتاعنا. لا أنا ما عنديش روابط للأسئلة، أنا ما عنديش الأسئلة أساساً، ده الأسئلة دي أنتم مجمعينها يا جماعة. طيب أنا ما عنديش ولا الأسئلة ولا روابط للأسئلة. هي منى بتقول لي في القناة، قناة إيه؟ أنا ما أعرفش والله، والله أنا ما أعرف قناة إيه. بتقول لك كل شيء بالتليجرام. طيب ايوه تاريخ الانتاج ووقت التسليم ماشي خلاص خليكم معايا، خليكم معايا. انا يا اختي الفاضله بدات الحلقه 28 وقريت راس المثال، سمر بتقول لك 29. تعالوا نرجع بقى، انا لسه في معطيات التمرين، انا لسه في معطيات التمرين
عاوز اقراها قرايه تحليليه، مش قرايه كده اي كلام وخلاص وانتهى الموضوع، اهي كلها ارقام. فلما قريتها قرايه تحليليه لقيت الارقام، لقيت الارقام اللي هي بتاعه تاريخ التسليم اكبر من الارقام بتاع وقت الانتاج. تاريخ التسليم اكبر من وقت الانتاج. واحد يقول لي هل ده قاعده يا دكتور ان تاريخ التسليم يكون اكبر من وقت الانتاج؟ اقول لك لا، القاعده ان تاريخ التسليم اكبر من او يساوي وقت الانتاج. اكتبوا الكلام ده معايا لو سمحت، اكتبوا الكلام ده معايا. القاعده ان تاريخ التسليم اكبر من او يساوي وقت الانتاج. القاعده ان تاريخ التسليم اكبر من او يساوي وقت الانتاج. طبعا هو بالمصادفه ان الارقام طلعت في التمرين ده كله اكبر 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 اكبر، لكن القاعدة إن تاريخ التسليم أكبر من أو يساوي وقت الإنتاج. واحد يقول طب اشرح لنا ليه يا دكتور إن تاريخ التسليم أكبر من أو يساوي وقت الإنتاج؟ خلي بالكوا بقى، هو وقت الإنتاج ده اللي يعرفه مين؟ اللي يعرفه الصنايعي. خليني أنا رايح ورشة نجارة دلوقتي وهكلم الصنايعي اللي فيها. أنا محمد الزبون والصنايعي اللي موجود في الورشة، وبقول له اعمل لي كرسي بمواصفات كذا كذا كذا. تمام، مين اللي يعرف وقت الانتاج اللازم لهذا الكرسي؟ هل الزبون هو اللي يعرف وقت الانتاج اللازم ولا الصنايعي؟ بالظبط، الصنايعي هو اللي يعرف، صح ولا مش صح؟ بالظبط، الصانع هو اللي يعرف او الصنايعي، اي حاجه ما يعني مش قضيه الاسم. الصنايعي هو اللي يعرف وقت الانتاج. طيب مين اللي يتفق على تاريخ التسليم؟ الاثنين، الصنايعي والزبون، صح ولا صح؟ الاثنين طبعا كل واحد على حسب ظروفه بيتفقوا الاثنين. طيب انا لما اجي انا بقى الصنايعي يتفق مع الزبون على تاريخ التسليم، هل يقدر الصنايعي يتفق معاه على تاريخ تسليم اقل من وقت الانتاج؟ يبقى بيضحك عليه وصاب. لو هو عارف ان الكرسي ياخد 5 ايام وقال له تعالى لي بعد 4 ايام يبقى نصاب، وهيروح له في نهاية اليوم الرابع يقول له هات الكرسي، يقول له لا ده لسه قدامي يوم، يبقى يستحيل. ماشي، انا بتكلم دلوقتي من ناحية الاسس، انا ماليش علاقة بالممارسات اللي هم اللي بيعملوها الناس غير الملتزمين، بتكلم على واحد منضبط. يبقى حضراتكم دلوقتي يستحيل ان الصنايعي يتفق مع الزبون على تاريخ تسليم اقل من وقت الانتاج، صح ولا مش صح؟ يا اما اتفق معاه على حاجه من اثنين، يا اما اتفق معاه على تاريخ تسليم مساوي لوقت الانتاج او اكبر من وقت الانتاج. يعني انا عارف الكرسي ده ياخد 5 ايام، اقول للزبون ده محمد ده يا عم محمد تعالى في نهايه اليوم الخامس خده، او اقول له في نهايه اليوم السادس او في اليوم السابع او في اليوم الثامن. يبقى تاريخ التسليم بالفعل يا دكتور لازم يكون اكبر من او يساوي وقت الانتاج. خلي بالك بقى، لو تاريخ التسليم اكبر من وقت الانتاج ده في مصلحتي انا كصنايعي، صح ولا مش صح؟ لو تاريخ التسليم اكبر من وقت الانتاج ده في مصلحتي انا كصنايعي، صح؟ هتقول لي ليه في مصلحتك؟ انا عارف ان الكرسي هياخد 5 ايام، اتفقت مع الزبون يجي ياخده في نهايه اليوم السادس، يبقى أنا عندي يوم كده زيادة، هذا اليوم يسمى وقت فائض. بالظبط بالظبط يا سارة، هذا اليوم يا سارة يسمى وقت فائض، لا مش إضافي، وقت فائض. طيب لو اتفقت معاه على اليوم السابع يبقى عندك يومين فائض، في اليوم الثامن يبقى عندك 3 أيام فائض. طب لو اتفقت معاه بالظبط تعالى في نهاية اليوم، لا أنا بس امشوا معايا بس. لو اتفقت معاه بالظبط في نهايه اليوم الخامس يبقى الوقت الفايض عندك انت كصنايعي بيساوي صفر، صح؟ هو الكرسي هياخد 5 ايام، اتفقت معاه تعالى في نهايه اليوم الخامس يبقى الوقت الفايض صفر، طب تعالى في نهايه السادس يبقى الوقت الفايض 1، تعالى في نهايه اليوم السابع يبقى الوقت الفايض 2، وهكذا. طيب تمام كده يا دكتور، هذه الملاحظه اللي انت ابديتها يا دكتور واضحه جدا، ان تاريخ التسليم لازم يكون اكبر من او يساوي وقت الانتاج، وما يجيش ابدا ان تاريخ التسليم يكون اقل من وقت الانتاج. تيجي ازاي؟
طيب تعالوا بقى ايه هو طالب ان احنا نحل بقاعدتين، طالب ان احنا نحل بقاعدتين، ايه هما القاعدتين دول؟ القاعدتين دول اللي هما اول حاجة الترتيب حسب الاوامر التي يلزمها وقت قصير اولا. تعالوا نروح كده في الترتيب حسب الاوامر التي يلزمها وقت قصير اولا. واحد يقول لي ايه هو يعني وقت قصير يقصد بايه؟ طبعا وقت الانتاج. الترتيب حسب الاوامر التي يلزمها وقت قصير اولا اللي هو وقت انتاج، يعني ابدا بالامر اللي وقت انتاجه اقل، ابدا بالامر اللي وقت انتاجه ايه اقل. طيب كده انت قدامك البيانات طبعا. طيب ايه اقل وقت انتاج؟ هتقولوا اقل وقت انتاج 10، يبقى نبدا بالامر دي. طب بعد كده ايه اقل وقت انتاج؟ 13، يبقى بعديه الامر ب. ايه اقل وقت انتاج؟ 15، يبقى الامر ا. ايه اقل وقت انتاج بعد كده؟ 25، وده اخر حاجه، يبقى بعد كده الامر د. يبقى الترتيب بتاعنا ج ب ا د. سهله ولا مش سهله؟ سهله. الترتيب بتاعنا ج ب ا د. الترتيب بتاعنا ج ب ا د بناء على ايه؟ بناء على الاوامر التي يلزمها وقت قصير اولا. طيب بس هو مش عاوز الترتيب بس يا جماعه، هو مش عاوز الترتيب بس، ده هو عاوز كمان ايه؟ خلي بالكم اهو، ارجع اهو المثال تاني. المطلوب ترتيب الاوامر الاربعه وفقا للقواعد التاليه مع حساب متوسط الوقت المنقضي في الورشه ومتوسط وقت التاخير. يعني هو عاوز كمان لكل قاعده من هذه القواعد احسب حاجتين، متوسط الوقت المنقضي ومتوسط وقت التاخير. هو عاوز كمان في كل قاعدة من هذه القواعد أحسب حاجتين، إيه هما؟ متوسط الوقت المنقضي ومتوسط وقت التأخير. خلي بالكم إحنا خلصنا الترتيب، الترتيب خلصناه، الترتيب خلصناه اللي هو ج ب ألف د. طيب عشان أنا بقى أحسب متوسط الوقت المنقضي في الورشة ومتوسط وقت التأخير، لازمني أكمل الجدول. عشان أحسب المتوسطات اللي هو عاوزها دي، متوسط الوقت المنقضي في الورشة ومتوسط وقت التأخير، لازمني اكمل الجدول. طب كمل بقى الجدول كده يا دكتور، نكمل. بعد الترتيب هجيب وقت الانتاج. هتجيب وقت الانتاج منين؟ من المعطيات. بس خلي بالكم بقى، ركزوا معايا يا جماعه، هجيب وقت الانتاج من المعطيات. بس اوعى تروح تنقل وقت الانتاج بالترتيب اللي في المعطيات، لا، انقله بالترتيب اللي انت عامله. اوعى تروح تنقل وقت الانتاج بالترتيب اللي في المعطيات، انقله بالترتيب اللي انت عامله اللي هو ايه؟ اللي هو ج ب ا د. هل فيها مشاكل دي الاخوه والاخوات؟ ها، امشوا معايا كده، لو في اي حاجه بلغوني على طول، لو في اي حاجه بلغوني على طول. هل فيها مشاكل؟ لا، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش مشاكل. طيب بعد كده اجيب وقت الانتهاء. واحد يقول لي انت هتجيب وقت الانتهاء ليه؟ هقول لك انا هجيب وقت الانتهاء لان متوسط الوقت المنقضي في الورشه القانون بتاعه اللي هنشوفه بعد كده مجموع وقت الانتهاء على عدد الاوامر، فلازم اجيب وقت الانتهاء. طيب تعال خلي بقى انا اعرفك بقى الطريقه سهله تجيب بيها وقت الانتهاء. وطبعا ده ليه قانون وقت الانتهاء، ده ليه قانون وقت الانتهاء. طيب وقت الانتهاء ده في الجدول تجيبه بسهوله عباره عن تراكم وقت الانتاج. وقت الانتهاء تجيبه بسهولة عبارة عن تراكم وقت الانتاج. أيوة، ما هي القاعدة كده يا أخت هديل، القاعدة كده حضرتك، حسب الأوامر التي يلزمها وقت قصير أولا. احنا عدينا ده بقى يا تمام يا هديل؟ تمام يا جماعة، يا جماعة ما حدش يرجعنا لورا، دايما الحاجة لو مش مفهومة في وقتها قول لي. طيب أنا دلوقتي بحسب وقت الانتهاء ليه؟ عشان هعوز مجموعه بعد كده. طيب انا في الجدول وقت الانتهاء هعلمه لك بسهوله، بس لازم تعرف القانون كويس، ولازم برضه تعرف تطبيق القانون كويس. هقول لك في الجدول وقت الانتهاء عباره عن تراكم وقت الانتاج. يعني ايه تراكم وقت الانتاج؟ خلي بالكم بقى، يعني اول رقم في وقت الانتاج عندي اللي هو 10 هنقله زي ما هو، وبعدين نعمل له تراكم على الارقام اللي بعد كده. يعني 10 زائد 13 23، 23 زائد 15 38، 38 زائد 25 63، ومجموع وقت الانتهاء 134. ها، واضحة؟ ها، واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى وقت الانتهاء عبارة عن تراكم وقت الانتاج. تاني هو يا جماعة، تراكم وقت الانتاج يعني أول رقم اللي هو 10 هاخده ده برضه في وقت الانتهاء 10،
وبعدين اراكم 10 زائد 13 23، 23 زائد 15 38، 38 زائد 25 63، والمجموع بتاع وقت الانتهاء 134. بس حضراتكم انت في الاختبار مش هيجي لك جدول عشان هتمشي بالجدول، انت هتمشي بالقوانين في الاختبار، لان هيجي لك مشاهده واحده بس. انتوا معايا ولا مش معايا؟ وبالتالي لازم تكون عارف اللي هو القانون كويس وتطبيق القانون كويس. اهو القانون اهو، وقت انتهاء الامر بيساوي، القانون اهو تحت الجدول، وقت انتهاء الامر بيساوي وقت انتاج الامر زائد وقت انتهاء الامر السابق له. وهنطبق القانون ده برضه على كل الجدول على فكره. تاني اهو، وقت انتهاء الامر بيساوي وقت انتاج الامر زائد وقت انتهاء الامر السابق له، لازم يكون عارف. وطبعا ممكن تتسال في القانون كصياغه. طيب تعالوا نطبق القانون كده يا جماعه، تعالوا نطبق القانون على الجدول، برضه لازم تكون عارف كويس تطبيق القانون. طيب تعالوا نطبق القانون كده على الجدول، هنبدا بالامر ج اللي هو امر البدايه. انا عاوز دلوقتي احسب وقت انتهاء الامر ج. وقت انتهاء الامر ج عباره عن وقت انتاج الامر ج اللي هو 10 زائد وقت انتهاء الامر السابق له، مفيش امر سابق له، صح؟ مفيش امر سابق له. وقت انتهاء ج عباره عن وقت انتاج ج اللي هو 10 زائد وقت انتهاء الامر السابق، مفيش. طيب تعالوا نطبق كده فيطلع 10. تعالوا نطبق ده على الامر مين؟ الامر ب، ركزوا معايا. وقت انتهاء ب عباره عن وقت انتاج ب اللي هو 13 زائد وقت انتهاء الامر السابق له اللي هو انتهاء ج اللي هو 10. يبقى 13 زائد 10 23. معايا الاخوه والاخوات؟ ها؟ معايا الاخوه تمام؟ ها تمام. لو حد وقف يقول لي لو سمحت. ليه يا حصة؟ أنا بطبق القانون أهو يا حصة. ومهم جدا تطبيق القانون، لأن أنتوا مش هجيب لكم جدول وتقعدوا ترخموه في الاختبار زي ما شرحت. أنا شرحت لكم بالتراكم عشان الجدول قدامكم. يا أخت أمان إحنا ماشيين من الملخص يا أخت أمان. ماشيين من الملخص. فأنا لازم أطبق يا أخت الأخت الفاضلة حصة. أنا لازم أطبق يا حصة. طيب ما احنا في الحلقة، ما احنا في الحلقة 28 ماشيين من الورق، احنا ماشيين من الورق. طيب نرجع تاني للأخت حصة. يا حصة أنا بطبق القانون. لا 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 يلا بس. يا حصة أنا بطبق القانون، أنا بطبق القانون. طيب القانون بيقول إيه حضرتك تاني؟ هو علم الاول تطبيق القانون. القانون بيقول ان وقت انتهاء الامر بيساوي وقت انتاج الامر ذات وقت انتهاء الامر السابق له. خليكي معايا بقى يا حفص. تعالى هنطبق على الامر الاولاني ج. انا عاوز اجيب وقت انتهاء ج. هتقولي لي وقت انتهاء ج عباره عن وقت انتاج ج اللي هو 10 ذات وقت انتهاء الامر السابق لج مالوش سابق. ج كده فيها مشاكل يا حفص؟ ها؟ دي كده يا حته فيها مشاكل؟ يا جماعه ركزوا، ركزوا في الحاجه اللي احنا فيها، بلاش الاسئله اللي بتشتت الناس. يا حصه رد عليا يا حصه، ها؟ هل دي فيها مشاكل؟ فيها مشاكل يعني ولا ما فيهاش؟ ها؟ انت بتقولي ايوه انا مش ما فيهاش؟ ها؟ تاني يا حصة، تاني هو يا حصة. بنقول أنا عاوز أجيب بالقانون وقت انتهاء ج. عاوز أجيب بالقانون وقت انتهاء ج. وقت انتهاء ج عبارة عن وقت إنتاج ج اللي هو 10 في الجدول قدامي، زائد وقت انتهاء الأمر السابق له. طبعًا ج مالوش أمر سابق، يبقى النتيجة هتكون 10. تمام. تعالي بعد كده حضرتك بقى نروح ل تعالي بعد كده نروح للأمر ب. بعد كده تعالوا نروح للامر ب. وقت انتهاء ب، خليكي معايا يا حفصه، وقت انتهاء ب عباره عن وقت انتاج ب اللي هو 13 زائد وقت انتهاء الامر السابق له. طبعا السابق لب هو ج، انتهاء ج كام؟ 10. يبقى 13 زائد 10 23. تمام كده يا حصه؟ ها؟ تمام؟ احنا بنطبق القانون. تمام.
تعال نوحد الامر الف هي حصه برضه. طبعا الكلام للكل مش حصه بس. وقت انتهاء الف، وقت انتهاء الف عباره عن وقت انتاج الف اللي هو 15 زائد وقت انتهاء الامر السابق له اللي هو 23. طبعا السابق لالف هو باء، وقت انتهاء 23 يبقى 15 زائد 23 كام؟ 38. وبعدين نروح لدال اخر حاجه، وقت انتهاء دال عباره عن وقت انتاج دال اللي هو 25 زائد وقت انتهاء الامر السابق له اللي هو 38، تبقى النتيجه 63. وبعدين نجمع وقت الانتهاء العمود، يطلع وقت الانتهاء مجموع العمود 134. هل في اي مشكله الاخوه والاخوات في حساب وقت الانتهاء؟ طبعا تعرفوها بالقانون، لان انت مش هيجي لك جدول، انت هيجي لك مشاهدات وهتقعد تطبق القانون. وممكن تسال طبعا في صياغه القانون، خلي بالكم الاخوه والاخوات تاني اهو، تعرفوها بالقانون وممكن، لان هيجي لك في الاختبار مشاهدات، هيجي لك في الاختبار مشاهدات وهتطبق عليها القانون. طيب بعد ما جبنا وقت الانتهاء يا دكتور، هننقل تاريخ التسليم من راس المثال، بس خلي بالكم اوعى تنقلوا تاريخ التسليم بالترتيب بتاع المعطيات، هنقل تاريخ التسليم بالترتيب ج ب ا د 18 17 20 32 من راس المثال. واضح ولا مش واضح؟ طيب تعالوا بقى نروح لوقت التاخير، برضه وقت التاخير ليه قانون. وقت التاخير ليه قانون، ايه القانون بتاع وقت التاخير؟ وقت تاخير الامر عباره عن وقت انتهاء الامر ناقص تاريخ تسليم الامر. لازم نعرف القانون. وقت تاخير الامر، وقت تاخير الامر بيساوي وقت انتهاء الامر ناقص تاريخ تسليم الامر، يعني انتهاء ناقص تسليم باختصار كده يعني. طيب تعالوا حضراتكم نروح للجدول ونشوف ازاي نحسب وقت التاخير اللي هو انتهاء ناقص تسليم. فالامر ج الانتهاء بتاعه كام؟ 10. طب والتسليم بتاعه كام؟ 18. يبقى 10 ناقص 18 سالب 8. الله يا دكتور انت بقى بتسالني سالب 8 ازاي؟ لا سالب 8 يا اماني، 10 ناقص 18 سالب 8. وهتقولي ده مش مكتوب حاجه، لان انت عندك انا بحسب وقت التاخير طلع بالسالب يبقى في تبكير. ايوه ما هو يا نوف مفيش تاخير انا عارف، بس في تفكير عشان كده الرقم بالسالب. معناها ايه؟ طبعا خلي بالكم يا جماعه مفيش وقت بالسالب، خلي بالكم. لكن السالب لها معنى. لما انا احسب بقانون وقت التاخير، لما احسب بقانون وقت التاخير واقول ان وقت تاخير الامر بيساوي وقت انتهاء الامر ناقص تاريخ تسليم الامر والنتيجه تطلع سالبه، اوعى تقول في وقت بالسالب، لا مفيش وقت بالسالب. لكن السالب هنا لها معنى ان هناك تفكير، تفكير مقداره كام يوم؟ 8 ايام. واضح؟ وبالتالي انا بسال بقى في العمود على وقت التاخير. انا في العمود بسال على وقت التاخير، ماليش علاقه بالتفكير، وبالتالي حط ان مفيش ايه؟ مفيش تاخير، لان النتيجه طالعه بالسالب. تمام، كمل بقى يا دكتور اللي بعديه. طب اللي بعديه 23 ناقص 17 6، 38 ناقص 20 18، 63 ناقص 32 31. طبعا احنا طبقنا القانون بتاع وقت التاخير، طبقنا القانون بتاع وقت الايه؟ التاخير. طبعا نجمع عمود التاخير، عمود وقت التاخير يطلع لي كام؟ 55. وبالتالي انا كده جاهز ان انا احسب متوسط الوقت المنقضي في الورشه ومتوسط وقت التاخير. اروح بقى اطبق في القوانين اللي هي بره الجدول، اللي هو متوسط الوقت المنقضي في الورشه بيساوي مجموع وقت الانتهاء على عدد الاوامر. مجموع وقت الانتهاء من الجدول 134، وعدد الاوامر طبعا من المعطيات 4 اوامر بيساوي 33 ونص يوم. ومتوسط وقت التاخير بيساوي مجموع وقت التاخير على عدد الاوامر، بتساوي طبعا مجموع وقت التاخير من الجدول اللي هو 55 على عدد الاوامر اللي هو 4، يطلع لي متوسط وقت التاخير 13.75 يوم. هل فيها اي مشاكل الاخوه والاخوات؟ ها؟ هل فيها اي واضحه طبعا. طيب تعالوا بقى بعد كده حضراتكم للقاعده الثانيه. ماشي ماشي، ركزوا في القوانين وتطبيقاتها وصياغتها. ماشي ماشي، يلا تعالوا بقى حضراتكم للقاعده الثانيه اللي هي الترتيب حسب الاوامر الحرجه اولا. واحد يقول لي دي كده فيها غموض يا دكتور، انت بتقول ترتيب حسب الاوامر الحرجه اولا. طيب عرف لنا ايه هو الامر الحرج؟ خليكم معايا بس. عرف لنا ايه هو الامر الحرج؟ الامر الحرج هو الامر ذو الوقت الفائض الاقل.
الأمر الحرج هو الأمر ذو الوقت الفائض الأقل. واحد يقول لي الله أنت يعني بتحل لنا مشكلة وبتخلق لنا مشكلة تانية. المعطيات يا أمل، المعطيات أنا مديكي بيانات عن 4 أوامر يا أمل. المعطيات يا أمل مديكي معطيات عن 4 أوامر. حد عنده مشكلة في الصوت يا جماعة؟ هل حد عنده مشكلة في الصوت؟ واضح الصوت، يبقى المشكلة من عندك يا أخت الفاضل. طيب خليكم معايا بقى، خليكم معايا عشان احنا لسه بقى لنا القاعدة اللي هي الترتيب حسب الأوامر الحرجة أولا. هتقول لي هو إيه الأمر الحرج يا دكتور؟ هقول لك الأمر الحرج هو الأمر ذو الوقت الفائض الأقل. طيب برضه يا دكتور يعني إيه الوقت الفائض؟ خلي بالك، خلي بالكم، إيه هو الوقت الفائض؟ مش أنا كنت عمال أشرح لك في بداية التمرين إن القاعدة بتقول إن تاريخ التسليم أكبر من وقت الإنتاج أو يساويه؟ صح؟ رد عليا، صح؟ مش أنا كنت قاعد أقول لك في البداية إن القاعدة، وقلت لكم اكتبوا الكلام ده، قلت لكم اكتبوا الكلام ده، إن القاعدة بتقول إن تاريخ التسليم أكبر من أو يساوي وقت الإنتاج؟ صح؟ أهو الفرق ما بينهم دولت اسمه الوقت الفائض. الفرق ما بينهم دولت اسمه الوقت الإيه؟ الفائض. مش انا عمال اقول لك لو الصنايعي هياخد انتاج 5 ايام واتفق مع الزبون استلام في نهايه اليوم الخامس يبقى الوقت الفايض بتاعه صفر، صح؟ جه منين الوقت الفايض صفر؟ تاريخ التسليم ناقص وقت الانتاج. 5 ناقص 5 صفر. طب لو اتفق معاه على تسليم في نهايه اليوم الثالث يبقى 6 ناقص 5 1 وقت فايض. طب لو اتفق معاه على نهايه اليوم السابع يبقى 7 ناقص 5 2 وقت فايض. يبقى عرفنا ايه هو الوقت الفايض؟ لا 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 الفايض ما يجيش سالب يا علي، يا علي ما الفايض ما يجيش سالب. ده انا يا علي بقول لك ان الوقت الفايض عباره عن تاريخ التسليم ناقص وقت الانتاج، وعمال اقول لك ان تاريخ التسليم اكبر من او يساوي وقت عمره ما يجي سالب، يا ابني الناس يا يجي يا صفر يا موجب. الفايض عمره ما يجي سالب. لانه عباره عن تاريخ التسليم ناقص وقت الانتاج يا علي، علي اظن وانا قلت لك ان تاريخ التسليم اكبر من او يساوي وقت الانتاج. تمام يا علي. طيب نكمل بقى، نكمل ونحسب بقى الوقت الفائض. يلا يا جماعه كده خلي بالكم ممكن تسالوا الكلام ده في النظري. الترتيب، القاعده الثانيه الترتيب حسب الاوامر الحرجه اولا. وفيها يتم الترتيب على اساس حساب الوقت الذي يمكن ان تؤخره في بدء كل امر مع عدم الاخلال بموعد تسليمه. ده الوقت الفائض. ماشي؟ ويعرف هذا الوقت بالوقت الفائض وهو تاريخ التسليم ناقص وقت الانتاج. ويقول الاوامر الاربعه كما يلي: عمل جدول اوامر الانتاج ا ب ج د ونقل وقت الانتاج زي ما هي في راس المثال 15 13 10 25 وتاريخ التسليم 20 17 18 32 وبعدين عمل عمود الوقت الفائض ان هو عباره عن تاريخ التسليم ناقص وقت الانتاج 20 ناقص 15 5 17 ناقص 13 4 18 ناقص 10 8 32 ناقص 25 7. واضح يا جماعه؟ واضح؟ يبقى ايه هو الوقت الفائض ده؟ هو الوقت الذي يمكن ان يتاخره. مين اللي يتاخره؟ الصنايعي في بدء الامر ولا يؤثر هذا على موعد تسليمه. يعني احنا المحاضره بتاعتنا دي كام دقيقه؟ 45 دقيقه. لو الدكتور محمد عارف ان الماده العلميه هتاخد 35 دقيقه نقول الدكتور محمد قدامه 10 دقائق وقت فايض، صح؟ او انا ممكن اتاخر ال 10 دقائق دول في بدايه اللقاء الحي ولا يؤثر هذا على موعد الانتهاء. واضح يا جماعه؟ اهو هو ده الوقت الفايض. واضح يا جماعه؟ هو ده الوقت الايه؟ الفايض. يبقى ايه هو الوقت الفايض؟ الوقت الذي يمكن ان يتاخره الصنايعي في بدء الامر ولا يؤثر هذا على موعد تسليم الايه؟ وقت البحبحه. تمام يا غرام. تمام. وقت البحبحه. ماشي. يعني قدامنا يعني فسحه من الوقت زي ما بنقول. تمام ماشي، مش قضيه، مش قضيه. المهم نفهمها وخلاص. المهم نفهمها وخلاص. طيب تعالوا بقى يا جماعه، احنا حسبنا الوقت الفائض. طبعا خلي بالكم اهو عمره ما يجي سالب، عمره ما يجي سالب، يا اما صفر يا اما موجب. طيب ليه؟ عشان تاريخ التسليم اكبر من او يساوي وقت الانتاج. تعالوا بقى ما هو الامر الحرج. هل الامر الحرج هو الامر ذو الوقت الفائض الاكبر؟ طبعا هتقول لي حرج من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر الصنايعي.
ولا الامر الحق هو الامر ذو الوقت الفائض الاقل؟ الاقل طبعا، الاقل طبعا، صح ولا مش صح؟ يبقى الامر الحق هو الامر ذو الوقت الفائض الايه؟ الاقل. نكمل بقى بعد الجدول اهو بيقول الكلام ده، والامر الحق هو الامر ذو الوقت الفائض الاقل، وعليه يكون الترتيب وحساب المؤشرات كما يلي. يبقى انا هرتب وفقا لايه؟ هبدا بالامر اللي الوقت الفائض بتاعه اقل. طبعا الوقت الفائض عندي 5 4 8 7، يبقى هبدا بالاربعه، هبدا بباء وبعدين بالخمسه ثم الف وبعدين بالثمانيه وبعدين بالسبعه، اسف، يبقى دال وبعدين بالثمانيه دي. يبقى الترتيب بتاعي ايه؟ باء الف دال جيم. الترتيب بتاعي باء الف دال جيم بناء على ايه؟ ان انا بدات بالوقت الفائض الاقل، لان هذا هو الامر الاكثر حرجا. واضحه يا الاخوه والاخوات؟ واضحه ولا مش واضحه؟ بالظبط، ما احنا بنقول الترتيب حسب الاوامر الحرجه اولا، والامر الحرج اولا هو ذو الوقت الفائض الاقل. طب واحد يقول لي طيب احنا رتبنا اهو يا دكتور وفقا للقاعده دي، الاوامر الحرجه اولا، طلع الترتيب باء الف دال دي. منهجيه العمل عشان احسب متوسط الوقت المنقضي في الورشه ومتوسط وقت بعد كده هتمشي ازاي؟ اقول لك زي القاعده اللي فاتت بالظبط. زي القاعده اللي فاتت بالظبط، بنفس القوانين يا دكتور، بنفس القوانين. واضح واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ ردوا عليا، واضح؟ ها؟ يبقى منهجيه بقيه الشغل يا دكتور زي القاعده اللي فاتت بالظبط، بنفس الاجراءات وبنفس القوانين، بس طبعا على الترتيب اللي انت عامله، خلي بالك على الترتيب اللي انت عامله. لذلك انا هسيبك بقى تكمل بقيه الحلقه دي، هسيبكم تكملوا بقيه الحلقه دي. معايا الاخوه والاخوات ولا مش معايا؟ ردوا عليا. روح انت بقى حضرتك كده هتجيب وقت الانتهاء وتنقل تاريخ التسليم وتجيب وقت التاخير طبعا وفقا للترتيب اللي انت عامله، وتجيب متوسط الوقت المنقضي في الورشه ومتوسط وقت التاخير بنفس الاجراءات التي اتبعناها من قبل، هي هي. واضح الاخوه والاخوات ولا مش واضح؟ اعتقد ما فيهاش مشاكل. طيب الجدول بقى يا هديل اللي فيه بقى وقت بعد ما رتبنا وقت الانتاج ووقت الانتهاء وكلام من ده. طيب تمام تمام. طب الاخوه والاخوات احنا كده بقى لنا حلقتين 29 و30، 29 جونسون، 30 اللي هي رقابه على الجوله، 30 نظري. احنا في الوقت المتبقي ده وممكن ناخد دقيقتين زياده كده هنخلص النظري اللي هي 30، بحيث ان احنا لقاء الاحد القادم يكون مخصص بالكامل لجونسون 29، وبحيث ان احنا حضراتكم جونسون الاحد القادم، بحيث ان احنا يوم الاثنين زي النهارده ان شاء الله يكون لقاء مفتوح للرد على اسئلتكم. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ احنا بقى لنا 29 و30، اخد 30 دلوقتي النظري. تمام، وحتى لو اتاخرنا 5 دقائق زودناهم مش قضيه يعني. يلا 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 ناخد ال 30 النظري، بحيث ان احنا الحد ناخد جونسون بالكامل لجونسون يوم الحد، ويوم الاثنين لقاء مفتوح للرد على الاسئله بتاعتكم. تعالوا نروح للحلقه رقم 30، الرقابه على الجوده، المقصود بجوده المنتج. يتوقف معنى الجوده على طريقه النظر اليها، ويمكن التمييز بين ثلاثه وجهات نظر مختلفه فيما يتعلق بمعنى الجوده. الف جوده التصميم، وهي بعض الخصائص الملموسه وغير الملموسه في تصميم المنتج، وقد تاخذ الجوده المرتفعه في التصميم شكل استخدام ماده خام افضل، ومثال ذلك استخدام الجلد الطبيعي بدلا من الجلد الصناعي في انتاج الاحذيه. كذلك فان تلك الجوده المتميزه قد تعني الاعتماد على طريقه انتاج افضل لتحقيق دقه اكبر ومظهر افضل للمنتج، وغالبا ما يظهر ذلك بالنسبه للسلع في شكل مواصفات هندسيه اكثر دقه. باء جوده الاداء، باء جوده الاداء، وهي التي ترتبط بشكل مباشر بقدرة السلعة على القيام بالوظيفة المتوقعة منها، وهو ما اصطلح على تسميته بدرجة الاعتمادية أو الجدارة. جيم جودة الإنتاج، على الرغم من أن جودة التصميم والأداء تعتبر هدفا تسعى المنشأة إلى تحقيقه أثناء العملية الإنتاجية، إلا أنه قد يصعب من الناحية العملية تحقيق كل منهما بشكل كامل. فهناك ذلك البعد الآخر من الجودة الناتج عن ظروف الإنتاج الفعلية، والذي يعرف بجودة الإنتاج أو جودة المطابقة للمواصفات. طيب تعالوا بعد كده حضراتكم هنروح للمقصود بالرقابة على الجودة.
المقصود بالرقاوة على الجو. هي مجموعة من الخطوات المحددة مسبقاً التي تهدف إلى التأكد من أن الإنتاج المحقق يتطابق مع المواصفات والخصائص الأساسية الموضوعة للمنتج. ويتضح من هذا التعريف عدة حقائق أهمها. واحد، يجب أن يكون هناك خطوات محددة مسبقاً للرقابة على الجودة، فهي إجراءات تم تخطيطها مسبقاً ويجب اتباعها بشكل مستمر مع الوحدات التي يتم التأكد من جودتها. فاختلاف إجراءات الفحص من وحدة إلى أخرى قد يؤدي إلى نتائج متغيرة في الحكم على جودة الإنتاج. 2، إن وظيفة الرقابة على الجودة هي التأكد من المطابقة للمواصفات وليس إنتاج مستوى جودة مرتفع. فقرار اختيار مستوى الجودة الملائم هو أحد مكونات النظام الكامل لإدارة الجودة، ولكنه ليس جزءا من عملية الرقابة على الجودة. 3، تستلزم وظيفة الرقابة على الجودة وجود مواصفات محددة للتعبير عن مستوى الجودة، ويعد ذلك فرضا ضمنيا في كل نظم الرقابة على الجودة، ويقصد بالمواصفات مجموعة من الخصائص الأساسية للمنتج التي يمكن قياسها للمنتج ككل أو لبعض الأجزاء منه كل على حدة. 4، على الرغم من وجود نظاما للرقابة على الجودة إلا أنه ليس هناك تأكدا تاما من أنه سوف لا تصل إلى يد المستهلك أي وحدة معيبة، فدائما هناك احتمالا للخطأ في عملية القياس أو في عملية الحكم على المنتجات بسبب الاعتماد على العينات، ويكون الهدف من نظام الرقابة على الجودة هو تخفيف هذا الخطأ إلى أقل حد ممكن. 5، إن الرقابة على الجودة لا تهتم فقط بالرقابة على جودة المنتج النهائي، ولكنها تشمل أيضا الرقابة على جودة المدخلات والرقابة على العملية الإنتاجية أثناء مراحل التشغيل المختلفة. وبكده حضراتكم ده المطلوب في هذه الحلقة اللي هي الحلقة كام؟ الحلقة 30. وإن شاء الله زي ما اتفقنا الأسبوع القادم هنلتقي الأحد والاثنين. الأحد هناخد اللي ناقصنا بس قاعدة جونسون، والاثنين هو لقاء مفتوح للرد على أسئلتكم. الاختصار بتقول ناخد قسمة واحد على زمن الدورة، ده معدل الإنتاج يا اختصار. واحد على زمن الدورة يا سارة اسمه معدل الإنتاج. بأشكر جميع الإخوة والأخوات، والحمد لله يعني لم نتجاوز وقت اللقاء كثيرا، مجرد دقيقتين الحمد لله. صح يا منى، منى بتنصحكم بحل أسئلة السنوات السابقة، نصيحتك في محلها يا منى، وأنا بقول الكلام ده دايما. شكرا جميع الإخوة والأخوات وتصبحوا على خير.